ينضم معنا الآن من مكة أيمن الثبيتي. أيمن، ما هي الأخبار؟ نعم، أحييك وأحيي كافة متابعي قناة الإخبارية، ونتواصل معك ومع المشاهد الكريم من هنا من العاصمة المقدسة، تحديدا من أحد المنشآت الفندقية والتي تحتضن معتمرين من جمهورية العراق، هم من العالقين هنا في مكة المكرمة. كما تشاهد عبر كاميرا الإخبارية، المعتمرين العراقيين هم من العالقين هنا في مكة المكرمة. وزارة الحج والعمرة وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باشرت كل الرعاية والاهتمام لهذه أو لهؤلاء المعتمرين، حتى غدا بمشيئة الله تعالى صباحا سوف يتوجهون إلى جمهورية العراق بمختلف محافظاتها عن طريق مطار الملك عبد العزيز الدولي، من خلال رحلات استثنائية يتم إيصال المعتمرون العراقيون إلى بلدهم. حول كل ما قدم لهم من خدمات مباشرة من خلال وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة، تحدث مع الأخ سعد. أول شيء يعطيك العافية وتقبل الله منكم طاعتكم. نتحدث عن كل ما قدم لكم من خلال قطع السبل من تعليق الطيران حتى هذه اللحظة، وغدا أنتم بمشيئة الله تعالى سوف تتوجهون إلى جمهورية العراق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على إتاحة الفرصة. الحقيقة استقبلتنا المملكة استقبال طيب ووافر، وجزاهم الله خير، يعني وزارة الحج مشكورة أنه استقبلتنا في هذا الفندق، وفرت لنا الرعاية الصحية وكذلك المستلزمات الإعاشة الضرورية كافة. أول ما وصلنا الفندق يعني وفروا لنا فحص شامل عن الوباء المنتشر، والحمد لله رب العالمين تبين أنه المعتمرين كلهم سليمين الحمد لله من فضل الله عز وجل. بالإضافة إلى ذلك يعني وفرت لنا عيادة متنقلة داخل الفندق، ويعني على مدار الساعة، على مدار الساعة، يعني من أقول لك على مدار الساعة، بحيث الفجر، نص الليل، الصبح، الظهر، بأي وقت، على جميع المعتمرين. بالضبط، على جميع المعتمرين. أطباء موجودين ما قصروا، بالإضافة إلى الأخوة بمجموعة إشراف وزارة الحج، حقيقة ما قصروا أبدا على كل السبل، وجزاهم الله خير. حقيقة يعني المملكة، حكومة المملكة مشكورة، جزاها الله خير، ما قصروا معنا، بارك الله فيهم. هذا واجب يا أخ سعد، لين تعودون إن شاء الله. والله يا أخي هذا فوق الواجب حقيقة قدموا لنا. والله جزاهم الله خير. أنتم غدا متجهين إن شاء الله تعالى، بكرة مسافرين إلى العراق بإذن الله تعالى. نعم. إن شاء الله. نتحدث أيضا مع الأخ فواز، يعطيك العافية وتقبل الله طاعتك إن شاء الله. منا منك جميعا إن شاء الله. عن كل ما قدم لكم منذ تعليق خطوط الطيران وأنتم هنا في مكة المكرمة. والله يا أخي ما قصروا الحقيقة، ما قصروا، كل الحكومة ما قصرت، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، كلهم ما قصروا. وحنا جينا من الرياض على وزارة الحج، جابتنا للمكة وجابونا على فندق، وأطباء وإشراف أطباء، وفحصوا كل المعتمرين. أنتم ما قدرتوا توصلون العراق من الرياض إلى العراق؟ نعم، إحنا عالقين هنا، والحمد لله يعني بفضل جهود الخيرين ما قصروا، جزاهم الله خير. تم فحصكم والتأكد؟ نعم نعم، تأكدوا من كل المعتمرين وأمورنا طيبة والحمد لله. بكرة إذا الله سهل نسافر لهن، وخلف الله جزاهم الله خير المعازيب. الحمد لله، إن شاء الله تعودون أنتم يعني بصحة وعافية لأهلكم وذويكم. الله يسلمك ويعافيك وأشكرك. أخ سعد، خلينا نتحدث أيضا عن بقية المعتمرين، العدد، هل في أيضا يعني عدد في المدينة أم كل المعتمرين العراقيين في مكة؟ كانوا كم معتمر في المدينة، وحقيقة يعني ما قصروا مجموعة إشراف جزاهم الله خير، وبالإضافة إلى وزارة الحج يعني حاولوا يلحقونهم، بالفعل ألحقوهم. في عندنا فندق ثاني أيضا بمكة فيه معتمرين، مجموعة المعتمرين اللي غادرون بكرة إن شاء الله 179. لن يتبقى أي معتمر عراقي؟ لم يتبقى أبدا في السعودية بإذن الله تعالى. ويعني حقيقة أنت عارف وضعنا، أنه قطع الطرق بين المملكة وكل دول الجوار أدى إلى الوضع اللي تشوفه أنت بسعودية يعني، لكن ما قصروا حقيقة، ما قصروا يعني أي الخدمات والشيء يعني
ما نقدر نقول الا الله يجزاهم خير وميزان حسناتهم ان شاء الله تعالى. واجب ان شاء الله تعودون لاهلكم غدا للعراق وانتم في اكمل صحه وعافيه، وايضا تعودون مره اخرى الى الاراضي المقدسه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم، الله يكرمكم، يعطيكم العافيه. سبا يعني كاميرا الاخباريه ترصد اراء المعتمرين العراقيين، 179 معتمرا عراقيا غدا بمشيئه الله تعالى صباحا سوف يتوجهون الى مطار الملك عبد العزيز الدولي من خلال فريق اشرافي يتبع لوزاره الحج والعمره، قدم لهم كل الخدمات على مدى مكوثهم هنا في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. غدا صباحا سوف يتجهون إلى جمهورية العراق سالمين غانمين بعد أن قدم لهم كل الخدمات المباشرة بشكل سلس وبشكل منيع. كان معنا من مكة مراسلنا أيمن الثبيتي.